نوري لهم برضو ايه عملي. شايفين؟ بصوا بيطلع، بصوا بتطلع ازاي في ثواني. اعمل بقى تاني، اعمل تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم اخواتي وحبايبي في الله. معاكم حنان الوراكي ومعاكم فتحي. هتعمل لنا ايه يا فتحي النهارده؟ هعمل النهارده اقوى مزيل لازالة الدهون مع بوتاجاز والسيراميك. الله ينور عليك. قبل ما نشوف المكونات كده حبايبي ونشوف الطريقة مع بعض خطوة بخطوة، ما تنسوش كده ايه، تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان الفيديو ده يوصل لناس كتير اللي هي تشوفه وتستفاد منه، وتشجعونا كده المشتركين كده عندنا في القناة، يدعمونا باللايك عشان الفيديو ده يوصل لناس كتير اللي هي تشوفه وتستفاد منه. ويلا كده نبدأ الفيديو كده بالصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف بقى فتحي هيعمل لنا المكونات ايه. هنا حبايبي ده كده 300 جرام من المية، هيبدأ اللي هو يحطها كده اهوت في علبة عشان يبدأ نخلط عليها بقية المكونات. هيحط عليها 3 معالق كده كبار من الخل. لا ماشي، سيبه سيبه. الخل بيبقى حلو جدا في إزالة الدهون. ماشي، اركنها على اركنها بقى ايه على جنب كده اهوت. هيبدأ يحط معلقة كده صغيرة من معجون الأسنان. معجون الأسنان ده كنا عاملينه معاكم قبل كده في القناة. اللي بشافش الطريقة هنسيب لكم ان شاء الله كده الطريقة بتاعته في أول تعليق مثبت أو في صندوق الوصف. حط معلقة فيها وسيبها، حط معلقة في العلبة كده واركنها على جنب. هيبدأ بقى اللي هو يحط من الصابون السائل، اي صابون سائل ايه عندك، انا هستخدم الصابون السائل انا كنت عاملاه. هيبدأ اللي هو ياخد ملو غطا كده منه، وهنضيفوه كده ايه على الخلطة اللي احنا عملناها. بصوا كل ده كان معمول عندكم في القناة، ادخلوا كده وشوفوا الحاجات ديت في قناتي الاولانية وقناتي التانية ملكة الموظفات والتوفير حنان الوراكي. ماشي، حط غطا كده. انت ما كنت عشان هو الرغوة بتاعته. طب ماشي، حط شوية كمان. بس ماشي، اركنه بقى كده ايه على جنب. هات من اللي ورا ده اهوت اللي هو معطر الدوني ده، عشان يبقى ايه، يبقى نديله برضو، ندوا للمزيل برضو عطر كده بريحة الدوني برضو. حط ملو غطا. ايوه، فضيه بقى، قلب بقى المكونات كده على بعضيها. احنا كده خلصنا الخلطه خلاص. زي ما شفنا كده ايه حبايبي، الطريقه بتاعتها سهله جدا وبسيطه. هيبدا اللي هو يقلبها كده ايه كويس. ماشي، هيقلبها كويس لحد بس معجون الاسنان ما يختلط كده مع الخلطه، وبعد كده هيبدا اللي هو يفضيها بقى ايه في البخاخه. بس كفايه عشان مش عايزين نعمل رغوه يعني. بص استنى نفضيها لك انا بقى ايه، فضيها هنا في الشفشق الاول. لا ايه ماشي، ايه بص، شيل الرغاوي ديت حطها في العلبة عشان تعرف تعبي. شايفين الرغاوي قد ايه؟ بس حط بقى القمع كده في البخاخه وابدا بقى ايه اللي انت ايه، حط فضيها بقى. لا من ايد التانيه. ماشي، هنحتاج بقى ايه لسلك المونيا اللي هو اللي هنوريكم شكله دلوقتي. بس كده حط القمع بقى في قلب الشفشه. يلا بص، ما مش لازم تعمل البوتاجاز كله، اعمل بس شيل
ناحية كده اهوت بس، وابدأ بقى ايه اللي انت ايه وري لهم هتعمل ايه. شوية عشان تبان. اول حاجة اللي هو طبعا انا متعودة ان انا بعمل بلم الشرابات القديمة وبستخدمها في بنظف بيها البوتاجاز، فهو بيبدأ اللي هو يلم الحاجات اللي على البوتاجاز الاول، وبعد كده اهوت هيبدأ بقى اللي هو يرش كده من الخلطة. بس يا كده اهوت. بص وريلهم شكل السلك. ده كده اللي احنا اللي انا بحب اللي انا استخدمه على مثلك. طبعا الخلطه ديت رهيبه جدا، نه هتشلك الدهون وتلمع لك الايه، وهتلمع لك كمان الالومنيا اللي استلس اي حاجه، هتدي لها بقى ايه لمعه جميله جدا. نه طبعا احنا هنجرب برضو معاكم شيل ديت يا فتحي دلوقتي عشان نوري لهم برضو ايه. شيلها، شيل دي كده على جنب وامسك ديت ورشها بالبخاخه. لا هات هنا، هات هنا عشان توري لهم برضو ايه. رش عليها كده، رش عشان نوري لهم برضو ايه عملي. ايه دعكه بقى بالسلكه كده قدام منهم هنا. ايوه امسكها كده اهوت. اعمل كده بصبعك عليها، اعمل بصبعك. ايوه كده عشان توري لهم، ما تزيح بس كده ايه بصبعك. شايفين؟ بصوا بيطلع، بصوا بتطلع ازاي في ثواني. اعمل بقى تاني، اعمل تاني بقى بالسلكه، رش تاني عليها كده واعمل. بصوا هو مجرد اللي هو كمان بيرش بتلاقوا الدهون طلعت ايه في ثواني. يعني اعمل بقى ايه كده اهو، تدخل السلكه كده في هي من هنا كده ودعك. ايوه الله ينور عليك يا فتحي. ايوه طبعا ده اصعب مكان في عيون البوتاجاز زي ما احنا شايفين اهوت. ايوه بصوا 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 بس دعكه بقى دعكه كده كمان معاهم. ما احنا هنوري لهم ديت وخلاص، وبعد كده ايه هنكمل البوتاجاز بعد كده. احنا بنوري لكم طبعا جوده المنتج اللي احنا عملناه لفتحي عمله معاكم، مزيل الدهون قوي جدا. طبعا انت في ناس هتقول لي دلوقتي لا طب هي فين الرغوه، برغم ان الصابون كان مليان رغوه وكده يعني. فدلوقتي هنقول لكم هو طبعا 3 معالق الخل بيقضي على الرغوه، فبس في نفس الوقت اللي هو بيشلك الدهون في ثواني. يعني هتعمل دي رخرة بس. ايوه دلوقتي بقى ايه حبايبي، هو كده فتحي ورالكم ورالكم اهية النظافة بتاعته. فدلوقتي احنا هنكمل بقى ايه الحتة ديت، هنكملها كده اهوت ونرجع تاني ونوري لكم برضو ايه شكلها كده اهوت. نكون بقى شطفنا العيون ديت على البوتاجاز ونتابع مع بعض، تابعونا. دلوقتي حبايبي فتحي كده ايه خلصها زي ما احنا شايفين. بصوا بصوا نضفت ازاي، وبصوا الصدى اللي هنا طلع. فركب بقى اللي فاضله دي يا فتحي بس كده اهو. طبعا احنا لسه هننضف بقيه البوتاجاز زي ما احنا شايفين اهوت، بس احنا ايه ورينا لكم بس في حته ايه صغيره. دلوقتي ايه حبايبي كده ايه كده احنا خلصنا خلاص معاكم، مع وفتح يعمل معاكم اقوى مزيل للدهون زي ما شفنا. الطريقه بتاعته سهله جدا وبسيطه. بس ما تنسوش بقى ايه كده حبايبي تدعمونا كده باللايك عشان الفيديو ده يوصل لناس كتير اللي هي تشوفه وتستفاد منه. واختم بقى معاهم وانت فاتح الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نختم الفيديو كده بالصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا السلام عليكم.